انا اسمي دكتور محمد شفيق، انا اخصائي امراض عصبيه ونفسيه في مستشفى مشيت البكري، عضو اللجنه الاعلاميه لاضراب الاطباء 1 اكتوبر. احنا هنا في مستشفى مشيت البكري الحمد لله في اول يوم الاضراب عاملين اضراب 100%، العيادات كلها مقفوله، بنستقبل حالات الطارئه وحالات الاستقبال بنعالجها مجانا. مصل الكلب اللي بنطلعه بفلوس النهارده صرفناه مجانا ودينا للناس في الاستقبال. بنتعامل مع العيانين الامرجنسي والحالات الطوارئ والحضانات والاقسام الداخليه كلها ما فيهاش مشاكل، العيادات الخارجيه بس هي المغلقه. المطالب بتاعتنا معروفه، الكادر لكل الهيئات الطبيه، اطباء وتمريض وعلاج طبيعي واسنان وصيادله، زياده الميزانيه ل 15%، مش هننزل ان يبقى في تقديم خدمه صحيه افضل للمواطن المصري بعد الثوره. اخر حاجه تامين المستشفيات، تامين المستشفيات سواء بالامن او بتوفير المستلزمات اللي تخلينا نقدم الخدمه الصحيه. دكتور سعد ناصف مدير الطوارئ بمستشفى منشيه البكري. طبعا احنا ما نقدرش، وان كنا بنطالب بحقوقنا وبنطالب بحقوق المرضى، ما نقدرش نسيب عيان ما نكشفش عليه. كل الحالات اللي مستدعيه كشف كلها دخلت الطوارئ، تم الكشف عليها وتم عمل اللازم لها النهارده. الحالات الوحيده اللي اجلناها حالات صرف العلاج نفقه الدوله بناء على قرار الجمعيه العموميه، تم تاجيلها ليوم الخميس. فما فيش عيان بيدفع فلوس للمستشفى لانه بالتالي هو طوارئ، فقانونا مش من حق اي حد ان هو يدفعه مليم. اللي حصل ان في دكتور باسم هندسه تفضل مشكورا ودفع كل عيانه داخله دفعها 350 جنيه بايصال تحت في الخزنه. احنا كل الموضوع ان احنا كلمنا مدير المستشفى وعملنا بلاغ في النقابه ان الفلوس دي لازم ترجع للعيان، العيان هياخد حقه بس ببلاش من غير ولا مليم. مفيش عيان هيدفع مليم في المستشفى. واحنا عاوزين نوصل الرساله دي، احنا الاضراب دوت مش موجه ضد اهالينا مش الشعب المصري، موجه ضد الوزاره. احنا النهارده اشتغلنا اكتر من اي يوم تاني بس خسرنا الوزاره ان احنا ما قطعناش ولا تذكره عياده خارجيه. دكتور حمدي سلام استشاري الجراحه زميل كليه الجراحين الملكيه في انجلترا ونائب مدير مستشفى منشيه البكري. تقريبا جميع الاطباء اللي موجودين عندي في المستشفى كلهم مشاركين في هذا الدور. انا بقالي اكتر من 30 سنه اهوت المرتب بتاعي 850 جنيه. بالحوافز والحاجات التانيه ده بيبقى 1200 جنيه. 30 سنه خدمه في وزاره الصحه. لو انا في البنك وكنت دخلت كليه التجاره وما عانيتش كان زماني مدير بنك باخد 70 و80 الف جنيه، اللي الكوادر اللي هي الرواتب الحد الادنى والحد الاقصى الى يومنا هذا لم تعدل. احنا بقالنا سنين طويله بنطالب حقوق الاطباء واصلاح منظومه الصحه، لان منظومه الصحه منظومه فاسده. المريض ما بياخدش حقه، الطاقم الطبي ما بياخدش حقه، لا طبيب بياخد حقه ولا تمريض بياخد حقه ولا حد بياخد حقه، وهي كلها مسرحيه هزليه. العيانين بتموت كل يوم قدام عينينا، ما فيش ادويه، ما فيش مستلزمات غير في بعض المستشفيات الكبيره، انما معظم المستشفيات هي عباره عن خرابات، في اعتداءات على المستشفيات، المستشفيات تحولت الى ساحات المعارك في ظل اهمال نحسبه شيء متعمد. وعملنا جمعيه، عملنا اضراب العام الماضي في 10 مايو و17 مايو ولم يتم استجابه. احنا عملنا حمله اسمها ماذا اهم من صحه المصريين، واحنا بنقول للسيد رئيس الجمهوريه، بنقول للسيد رئيس الوزراء، بنقول لحكومه مصر ماذا اهم من صحه المصريين؟ ايه اللي اهم من صحه المصريين يا حكومه؟ ايه اللي اهم من صحه المصريين يا سياده الرئيس؟ ما بتستجيبش ليه؟ انت ليه بتلجئنا ان احنا نعمل اضراب؟ احنا مش عايزين نضرب. المستشفيات لما بتضرب احنا بيبقى يوم حزين. النتائج المبدئيه بالنسبه لمحافظه القاهره، مستشفى المستشفيات المضربه، مستشفى شبرا العام، مستشفى احمد ماهر، مستشفى الحوض المرصود، مستشفى معهد ناصر، مستشفى الزاويه الحمراء، مستشفى صدر العباسيه، مستشفى المطريه التعليمي، مستشفى المنيره، مستشفى منشيه البكري، مستشفى تامين مدينه نصر، مستشفى الخزنداره، مستشفى الساحل التعليمي، مستشفى بولاق الدكرور العام، معهد التربيه، ومستشفى العباسيه للصحه النفسيه، ومعهد الكامل.